شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر. وقام بالتوقيع وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، وعن حكومة السعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد. وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع القاهرة والرياض، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.